شنو مقصود بجراحة السمنة يعني؟ أنا اشرح لي إياها، شلون جراحة السمنة يعني؟ هو طبعا الـ 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 السمنة صنف كمرض من قبل منظمة الصحة العالمية، أصبح له تصنيف إنه مرض، مرض مزمن. فصارت الأعباء اللي ترتب عليه في المجتمعات وفي الدول، هي من طبيعة المجتمع طبعا، مجتمعنا أو أي مجتمع، السمنة تعتبر عبء على السلطات الصحية. نعم. عبء كبير. ليش؟ لأنها هي مدخل كبير للأمراض، السكر والضغط والسرطان. شفت لما كان التدخين هو ماخذ الأولوية لمدة 20-30 سنة في منظمة الصحة العالمية، جت السمنة تخطت. ليش؟ لأن أصبحت تؤثر يعني عدد اللي يصير فيهم ضغط وسكر، وبعدين هذول يحتاجون إلى علاج مو سنة سنتين، طول عمره طبعا. تمام. ناهيك عن حدوث السرطان، في ناهيك عن النسبة تكون أعلى في اللي عندهم سمنة، مشاكل المفاصل، مشاكل الكلى والجهاز الهضمي والكبد، أمور كثيرة. فهذا اللي خلى السمنة تأخذ أولوية واهتمام في في الآونة الأخيرة أو في الزمن الأخير يعني. أنها صنفت كمرض وبدأت نقوم بإجراء عمليات لها.